في كل قرية ومخيم للاجئين وفي كل مدينة يوجد أناس يحاولون تحسين حياة مجتمعاتهم المحلية، لكن المجتمع الفلسطيني باعتماده على المعونات الدولية يشوه عملية التنمية ويمنع استدامتها لأنه يولد العجز ويقوض قياداته المحلية. فعلى سبيل المثال، الممول دائما يطلب المقترحات بالإنجليزية وليست بالعربية، ويستخدم أطر معقدة للعمل والغريبة على مجتمعنا المحلي. حتى المؤسسات الغير حكومية الكبيرة التي تستطيع الوصول للمانحين الدوليين تضطر إلى استثمار طاقة الخدمات لمن تقوم بتمويلهم، حتى باتت تبتعد عن أولويات وقيم مجتمعاتها. داليا تعتقد بأننا نحن بأنفسنا من يقرر كيف نطور ونستخدم مصادرنا من أجل التغيير المجتمعي والتنمية المستدامة، لذا نحن ندعم المبادرات المجتمعية بطريقة جديدة، وضعنا التحكم والسيطرة على صنع القرار بأيدي المجتمعات نفسها. مؤسسة داليا مؤسسة مكونة من أفراد فلسطينيين من كل أنحاء العالم. فوجدنا حالنا كعدة أفراد بنفكر زي بعض، تم تقريبا 250 لقاء مع مسؤولين في البلدان المختلفة في فلسطين، وأنشأنا داليا لتكون هي وقفية لهذول المؤسسات في القرى وفي المخيمات وفي المناطق الفلسطينية في المدن الفلسطينية، وبندعم المؤسسات لحين برنامجهم تكون هي الأساس في التفكير. أنا سعيدة موسى، كوميونيتي أورجنايزر لمؤسسة داليا. من ضمن البرنامج اللي اشتغلنا عليها بالمؤسسة اللي هو برنامج القرية من يقرر، من ضمن التحضيرات لهذا البرنامج اللي هو شكلنا لجنة مشاريع لدورها استشاري ومشاركة بالتخطيط وبالتنفيذ وبإعطاء الأفكار الجديدة والإبداعية. يعني هل الجمهور حيكون عنده معلومات كفاية، أو هل الثلاث دقائق العرض حتعطي الجمهور معلومات كفاية اللي يعرف أني أحسن لا فكرة؟ بس إذا المؤسسة عرفت إنه اللي نجحها تأخذ هذا المشروع هو جمهور ابنها في الريف، وإنه مطلوب منه يقدم تقرير كيف صرفه، بيكون حريص أكثر من داليا على كيف يصرف، لأنه في تقييم الجمهور اللي قرره، الجمهور اللي بيسأله بالشارع وهو ماشي بالشارع بيسأله شو عملتوا في 3000. اخترنا قرية صفا ننفذ فيها البرنامج. قرية صفا بلدة فلسطينية حدودية على الحدود عام 67، وقع عليها الضرر نتيجة إقامة الجدار. تمت مصادرة أراضي كثيرة وواسعة، آخرها كان 2000 دنم مشجرة بالزيتون. بلدة صفا عدد سكانها 4000 تقريبا و 250-300 نسمة، يعتاشوا تقريبا على الزراعة وعلى الوظائف العمومية والأعمال الخاصة إذا كانت حرفية أو زراعية. دعينا لاجتماع موسع بتاريخ 5/7، أجى عليه 38 شخص من القرية بدعوات عامة وبدعوات للمؤسسات، فقدمت كل مؤسسة من الثمان مؤسسات برزنتيشن عن طبيعة برامجها ونشاطاتها. طلبنا من الجمهور في الاجتماع الموسع أنه يختار 4 مؤسسات من الثمانية اللي بيشوفها إنها تستحق التمويل أو ثقته عالية فيها، فخضعوا لعملية تصويت، وكانت النتيجة إنه في 4 مؤسسات فعلا حصلت على أعلى الأصوات، منها النادي الرياضي ومركز مروج الثقافة واللجنة الزراعية واللجنة النسوية. أشرنا للجمهور في القاعة إنه داليا بتمنحكم 12000 دولار، هدول بدكم توزعوهن أنتوا أصحاب القرار على الأربع مؤسسات اللي أنتوا رشحتوها أو اللي فازت لأنكم أنتوا اخترتوها. طبعا استمرنا معهم حتى نهاية تنفيذ المشروع بالخطوات، وكمان انه حددنا يوم مفتوح او لقاء مفتوح اخر،
وبإجماع المؤسسات الأربعة، وكان بتاريخ 20/12/2008. فكان هذا الاجتماع هو مثابة المحاسبة أو التقييم لهاي المؤسسات، تقييم لذاتها وبعدين تقييم المجتمع إلها. يعني بجزء من المبلغ تم شراء اللوازم وعمل اللوازم اللي ذكرناها في القاعة، وتم تحويل مبلغ آخر من المنحة للفريق الرياضي اللي طبعا حاليا كان خوض في دوري وبيكلفه مبالغ كثيرة. التقرير المالي اللي أخذناه من داليا بهذا العام، وفي أخرى إحنا اشتغلنا كلجنة زراعية، في كمبيوتر $800 من مؤسسة دانيا، طابعة $300، مطور رش زراعي $300، مطور رش مطور لكسح الربيع $500، في كنا عاملين مناقص ماكينة قص صوف أغنام، مطور منشار خشب. المشروع الأساسي اللي احنا اليوم مجتمعين عشانه اللي هو من مؤسسة دالية وبتقرير من المجتمع المحلي. اسم المشروع هو التعليم المساند. بديش أحكي أنا كيفية اختيار هذا المشروع لأن المؤسسات الثانية أحكت، ولكن كيفية تنفيذنا لهذا المشروع نحن في مركز المروج. التعليم المساند هو كان هدفه اللي هو علاج الضعف الأكاديمي عند الطلبة في المراحل الأساسية. اقترحنا مشروع نشاط أشغال يدوية، واشترينا مواد خام في 4 مجالات في هذه الأشغال، والمواد تقريبا أمامكم تقدر تشوفون. في مجال الكروشيه المبلغ، اشترينا مواد خام بتخص مواد الكروشيه بمبلغ 2386 شيكل ونص. في مجال الكاش أو البلاستيك أو أظن الكاش 550 شيكل. في مجال الفخار مبلغ 485 شيكل. في مجال الزهور تنسيق الزهور مبلغ 724.5 شيكل. في الأصل إن أن يكون الجهة المشرفة مباشرة على هذا الموضوع لجنة المجلس، لأنه بيمثل الثقة العامة لأهل البلد، ومن ثم يتم النقاش في أولويات المشاريع. يعني تعودنا إحنا يجينا مبلغ معين نأخذه ونمشي، ما تتبع شو بيسوي وما كله وين رحت فيه. لا، داري أخذنا المبلغ تبعت معنا شو بتسوي شو بتقيم شو بتحطه. يعني هذا تجربة فريدة من نوعها، بس هي تجربة ناجحة على مستوى الشعب الفلسطيني. هذا لأن الظروف ما إحنا كلها تكتلت وأحزاب وعائلات وطالب إيش، فتكون هذا الطريقة ناجحة جدا لإظهار أي مؤسسة تشتغل وتكون كفوة والناس تحط ثقتهم فيها. أعتقد كداليا أن هناك في كم هائل من الموارد، إن كان الموارد المالية أو الموارد البشرية أو الموارد التفكيرية، أنها تقدم حالها ل حل مشاكلنا. أنا الأوان إن نبطل نستنى لا قوة خارجية إن تيجي تحل مشاكلنا. ما حد أدرك من مشاكله إلا هو الشخص نفسه أو المدينة نفسها أو القرية نفسها.